وللمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الآن هاتفيا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بك. تحياتي لكم ولكل المتابعين. أهلا بك يا فندم. يعني دائما مصر ما بتؤكد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، وهذا ربما ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار النمساوي كارل نيهامر. كيف ترى أهمية الجهود المصرية المستمرة حتى الآن لرفع المعاناة عن الأشقاء في فلسطين؟ يعني الجهود المصرية إذا ما قرنت بجهود كل العالم، فإذا كانت الدول عيونا فإن مصر هي البصر، مصر هي البصر السياسي والبصيرة الاستراتيجية. كما تفضلت في السؤال، انخراط مصر، مجهودات مصر التي لا تتوقف يعني منذ اللحظة الأولى في تخفيف المعاناة. وأتصور أنه يعني هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية والمؤسسات المصرية المعنية كل في مجاله وتخصصه، حراك دبلوماسي ضخم وفعال وكبير، وكل ما يحدث من تحركات وحراك دبلوماسي إقليمي أو عالمي مصر هي محركته، مصر هي قوته الدافعة، مصر هي مطوره الخالق أو الخلاق. فتصور أنه يعني ما تقوم به الدولة المصرية على كافة المستويات وفي جميع المسارات، كما هو معروف، المسار الإغاثي، المسار تخفيف التصعيد و الوصول إلى تسوية شاملة وإبرام هذه الاتفاقات الهدنة المؤقتة، كل هذه المسارات واضحة لكل العيان. ولكن ما يحدث تجدين أنه يعني وإن تعجب فعجب قولهم، أنه تارة مصر هي التي تغلق المعبر، تارة أخرى مصر هي التي تقوم بتهريب السلاح، لكن كل الشواهد والشخصيات الدولية والشخصيات السامقة والزعامات العالمية صحيح كما تواجدت بنفسها بشحمها بلحمها ودمها على الميدان على الأرض على أرض معبر رفح، أشادت بهذه الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية. ومصر عندما تقوم بهذه الأدوار فهي يعني لا تنتظر إشادة من أحد، وإنما تقوم بواجبها التاريخي والحضاري والإنساني وكل يعني هذا ليس غريبا على الدولة المصرية. من هذا تحديدا دكتور طارق، يعني أسأل حضرتك عن هذه الجزئية. مصر دائما بتضع على عاتقها القضية الفلسطينية، وهذا كما حضرتك ذكرت أنه ليس وليد اليوم. إلى أي مدى بتثمن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مسألة حل الدولتين ويعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ يعني لولا هذه المجهودات المصرية وهذه الرؤية المصرية، هذه الرؤية المصرية الراسخة الثابتة وهذه العقيدة تجاه هذه القضية المركزية، قضية القضايا، لاختلفت الوقائع تماما على الأرض ولتم تصفية القضية. لكن مصر تقف ضد هذا المخطط وضد التصفية بقوة، وهي تريد تلك التسوية. فتصور أنه يعني ما تقوم به مصر يعني لا يخطئها عين أي متابع منصف، إلا إذا كان مغرضا، إلا إذا كان مصابا بالاستجماتيزم السياسي. فتصور أن مصر هي التي الرائدة في كل تلك التحركات وفي كل تلك المبادرات، وأنها انخرطت ومنذ اللحظة الأولى في تخفيف المعاناة، وأنها يعني نادت في المجتمع الدولي عندما كانت قمة القاهرة للسلام للتصدي لهذه الكارثة، عندما تساءل الرئيس السيسي وخاطب المجتمع الدولي أين قيم الإنسانية التي شيدناها
وكيف أن الإنسانية وهذا المجتمع الدولي يعني رسب في هذا الامتحان. تصور أنه يعني ما تقوم به مصر، ونحن نشاهد ذلك، نحن الأفراد العاديون نشاهد أن مصر هي الجنة التي يأوي إليها السوداني واليمني والليبي والسوري، أن مصر أكلها دائم وظلها وافر، ومجهوداتها الدبلوماسية، خطابها السياسي يعني طيب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تصور أنه يعني كتحليل سياسي، كقراءة تحليلية، يعني آتونا بدليل واحد على تقصير أو عدم اتخاذ ما يلزم اتخاذه كنتم من الصادقين. لكن العالم كله وكما أشرت أن هذه أنطونيو جوتيريش والزعامات الأوروبية تواجدت بنفسها على أرض المعبر ووجدت كيف أن مصر تقوم بهذه المجهودات المضنية، أنها يعني تحاول أن تحتوي كل تلك المراوغات الإسرائيلية وكل تلك العراقيل البيروقراطية التي تختلقها إسرائيل اختلاقا لكي يعني تمنع هذه المساعدات. يعني كما حضرتك ذكرت دكتور طارق، أنه كل الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني وفي حق أن تكون هناك دولة فلسطين وتقام دولة فلسطين، كلها على مرأة ومسمع من العالم كله، ليس فقط القادة وزعماء دول العالم، ولكن أيضا على مستوى شعوب هذه الدول. حضرتك ذكرت أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما بيؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي، وما نشهده الآن هو المجتمع الدولي صامت تماما أمام كل هذه الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ويمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى متى يظل المجتمع الدولي صامتا من وجهة نظرك؟ يعني هذا المجتمع الدولي، ذلك الصمت يعني سقط ورسب في هذا الامتحان، امتحان الإنسانية، رسب مع عدم مرتبة الشرف، نظرا لأنه ليس له هناك مصالح. هذا العالم الذي يدعي هذه القيم الغربية المتهافتة لا يتحرك إلا إذا كانت له مصالحه، لكن مصر هذه الدولة والمؤسسات قيادة وحكومة وشعبا، مصر دائما تؤذن في هذا المجتمع الدولي، تنادي في هذا المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته. وكما وجدنا الرئيس السيسي اليوم يؤكد على يعني ويحذر من خطورة استمرار هذه الأوضاع، قد تؤدي إلى نتائج يعني كارثية وأمور فيها ما فيها من الخراب وفيها ما فيها من عدم التوقع. فهذه هي رؤية مصر. مصر رؤيتها ثاقبة نتيجة لأنها دولة مؤسسات، لأنها دولة لها هذا الميراث السياسي والدبلوماسي والاستخباري والرؤية الاستراتيجية الكلية للتعامل مع هذه القضية، وأنه لم تنعم إسرائيل بالأمن ولم يتحقق ذلك الاستقرار إلا بحل عادل، إلا بتحقيق هذه التسوية، وأن التصفية لا يمكن أن تتم، وأن مصر الدولة ضد ذلك المخطط قولا واحدا. وتصور أيضا أن يعني ما تقوم به الدولة المصرية على في كافة المسارات، في المسارات العديدة وكل تلك الطرائق وكل تلك ما تقوم به من وسائل عديدة في طرق شتى، هي بمثابة الداعية، داعية المجتمع الدولي، هي الإمام، هي إمام ذلك المجتمع الدولي التي تنادي بالسلام وتحقيق الاستقرار، هي المؤذن والمنادي لذلك المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته، وكفى بالخبراء والمحللين، وكفى بالله شهيدا بين مصر وبين الذين استمرأوا الكذب وتجشأوا البهتان والتدليس. لكن جهود الدولة المصرية مستمرة في إدخال المساعدات، مستمرة في تحقيق التهدئة، في تبادل
في 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 تحقيق الوصول إلى هدن مؤقتة، في وقف إطلاق النار، في تحقيق هذه الصيغة تضمن العيش المشترك وتحقيق الاستقرار والتهدئة والأمان في هذه المنطقة. لأنه من خبرات مصر المتراكمة أنه في نهاية كل هذه الحروب وعدم الاستقرار وهذه الكوارث لابد من الجلوس على مائدة التفاوض والوصول إلى حل سياسي عادل. هذا الحل هو الكفيل بتحقيق الاستقرار، ولا شيء إلا الرؤية المصرية. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية على كل هذه التفاصيل.